أن تكون طاهرة وأن يمسح في المدة ولا يزيد عن المدة. يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. تكون طاهرة، وأن يمسح يكون في المدة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يوجد مسح في الحدث الأكبر، وأن تكون ساترة لغالب القدم. الآن عندنا جوارب تستر الرجل دون الكعبين، قصيرة، يعني بعض الشباب يلبس، هل يصح المسح عليه؟ نعم، لأن ساترة لغالب القدم، خفيفة يصح المسح عليها ولا إشكال، مخرقة يصح المسح عليها. تجد بعض الشباب يعني الجورب فيه يعني قطع، يظهر شيء من أصابعي مثلا، لا يضر لأنه ساتر لغالب القدم، مفهوم؟ طاهرة وفي المدة وساتر الغالب القدم، أن ينزعها في الحدث الأكبر ويكون المسح في الحدث الأصغر. طيب، هذا ما يتعلق أن يلبسهم على طهارة، فتح الله عليك. الشرط الخامس، ما معنى أن يلبسهم على طهارة؟ يعني عندما لبس الجوربين كان متوضئ، يعني سبق هذا المسح، هذا اللبس غسل الرجلين بالماء، هذه شروط خمسة. طيب، بعد هذا المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، كسر قدر الله عليه، كسر وجاء إلى الطبيب وضع الجبيرة وهو محدث، حدث أكبر وأصغر لا إشكال. إذن الفرق بين المسح على الخفين والمسح الجبيرة أن المسح الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر، المسح على الخفين في الأصغر، المسح على الجبيرة له مدة، والمسح على الخفين قلنا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلين المسافر، المسح على الجبيرة مدة الضرورة. لو قال له الطبيب اذهب وانزع الجبيرة، ذهب توضأ ومسح عليها، وضوءه باطل، وألا تتجاوز مقدار الحاجة. قال له الطبيب تضع الجبيرة مقدار 20 سنتيمتر، ذهب ووضع له الجبيرة 25 سنتيمتر، فهذا الزائد ما يصح المسح عليه، ألا تتجاوز مقدار الضرورة أو الحاجة. طيب، أما المسح على العمامة، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسح على العمامة يكون على العمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محنكة وغير محنكة. المحنكة هي التي يعني يكون منها طرف يأتي يعني ويوضع يعني هكذا حول العنق. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فالعمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يمسح عليها، أما هذه ليست بعمامة، خلاص طاقية لا ما يمسح عليها. طيب، أخذنا ما يتعلق بنواقض الوضوء، من يذكر لي نواقض الوضوء؟ أخوانا أخذنا في الدروس المهمة، سبحان الله. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، بول وغائط وريح ومني ومذي ووذي وريح وديدان وحصى، نعم، ودم. الخارج الفاحش، قلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن هذا غير ناقض،
إلا إذا كان من جنس البول والغائط. نعم، مس الفرج، ويرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب له الوضوء، كما ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أكل لحم الجزور، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. النوم غير ناقض الوضوء، لكن هو مظنة لخروج الريح، فإذا كان يشعر بنفسه، هذا الأخ الآن نعس هنا، هل يقوم يتوضأ؟ ننظر، تشعر؟ قال أشعر وأسمع كل شيء، مثل ما الأخ نام أول الدرس وسألناه أجاب، فهذا لم ينتقض وضوءه، لكن ها قال والله لم أشعر بشيء، فهذا انتقض وضوءه، مفهوم؟ والردة لأنه مطلع لكل الأعمال، فتح الله عليه. نعم، موجبات الغسل، متى يجب الغسل؟ من يعرف إخوانا؟ نعم يا أخي، خروج المني دفقا بلذة، يخرج عن شهوة ودفقا يخرج يعني بشدة، ويحصل في الغالب فتور للبدن. نعم، خرج بهذا، ما لو خرج بغير لذة ولم يخرج دفقا، نزل منه مني مثلا، توضأ له، اغتسل، نزل منه المني دفقا بلذة، اغتسل وبعد الاغتسال نزل شيء من المني من ذكره، ماذا يصنع؟ يتوضأ، لأنه خارج من السبيلين، الآن أصبح خارج من السبيلين، موجب للوضوء. هل هو موجب الاغتسال؟ هنا لا، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، مريض ويخرج منه المني بدون لذة ولم يخرج دفقا، فهذا عليه ماذا؟ الوضوء، فتح الله عليك. هذا الأول، التقاء الختانين، الحائض والنفساء إذا طهرت. نعم، إسلام الكافر والموت، يا أخي الموت. نعم، فإذا مات إنسان نغسل، سبحان الله، عيد من جديد الآن، خروج المني دفقا بلذة، التقاء الختانين، ما أحد يكلم أخواني، إسلام الكافر والطهارة من الحيض والنفاس والموت غير الشهيد. ها؟ نعم، إن شاء الله يكتب لي ولكم الشهادة. نعم، شهادة حق ليس شهادة زور. نعم، طيب، صفة الاغتسال ذكرنا، اغتسال مجزي واغتسال مستحب. صفة التيمم، إخواننا من يعرف صفة التيمم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والبقية بسم الله، أن ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، يسمي يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين على الأرض، سواء كانت هذه الأرض من تراب أو من طين أو من حصى أو من صخر أو من رمل، على الأرض ضربة واحدة بباطن الكفين، ثم يضرب إحدى كفيه بالأخرى أو ينفخ فيهما إن كان علق بهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه دون تخليل للحية،
ثم يمسح بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى فقط، ثم بظاهر كفه، ثم باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى على ظاهر الكف فقط، مفهوم؟ مرة أخرى ينوي، يسمي ضربة واحدة بباطن الكفين دون التخليل للأصابع، ويمسح الوجه ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى والحمد لله. طيب، يحرم على من كان محدث حدث أصغر، يحرم عليه ماذا؟ الآن إذا كنت محدث حدث أصغر يحرم عليك ماذا؟ نعم، مس المصحف، الصلاة والطواف، تمام، ثلاث أشياء تعيدها، مس المصحف، أذكر الصلاة والطواف ومس المصحف. له أن يقرأ القرآن؟ يا أخي يا أخوانا لا أحد يتكلم. له أن يقرأ القرآن؟ له أن يقرأ القرآن، سؤال واضح، نعم. طيب، يذكر الله؟ أنا واحدة واحدة، يسعى بين الصفا والمروة، يبقى في المسجد، نعم، ثلاث أشياء فقط. الأمور الثانية استحبابا أنا لا أسألك عنها. إذن يحرم على من أحدث حدث أصغر ثلاث أشياء فقط، غير هذا تقول ما يحرم عليه، ما يحرم عليه، يستحب أمر ثاني، الصلاة ومس المصحف والطواف. طيب، يزيد هذه الأمور الثلاثة ونزيد عليها أمور في من حدث حدث أكبر. آسف الشيخ، نعم، يحرم على من أحدث حدث أكبر كل ما ذكرنا، يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. أما الذكر يذكر يا رجل، اتق الله، آمين، نعم، قراءة القرآن يحرم على من أحدث حدث أكبر، قراءة القرآن والبقاء في المسجد، وإذا أراد أن يبقى في المسجد يتوضأ، إلا إذا توضأ، نعم، وتزيد الحائض والنفساء ماذا؟ فتح الله عليك، لا توطأ ولا تطلق، صحيح؟ يلا تعيد من جديد، ولا تصوم، نعم، الحائض أنها لا تطلق ولا توطأ ولا تصوم، تصوم تصوم الوطأ، لا توطأ، نعم، يلا من جديد، لا تجامع، نعم، من جديد، الحدث الأصغر مس المصحف والصلاة والطواف، حدث الأكبر دخول المسجد إلا إذا توضأ وقراءة القرآن، فقط بعده الحاضر النفساء، لا توطأ. المرأة تميز وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه مميزة، نقول تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تقول نعم أميز أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، نقول هل لك عادة معلومة؟ لا، احنا اول شيء نسألها عن هل هي معتادة؟ معتادة، اذا هي معتادة، قالت لا ليس لي عادة معلومة، احيانا يأتي الدم في اول الشهر واحيانا في اخر الشهر، فماذا نصنع؟ نقول طيب هي الان معتادة؟ لا، هي الان مميزة، نقول عندما تميز الدم أنه دم حيض فأنت حائض، وعندما تميز الدم أنه دم غير دم الحيض فأنت مستحاضة، تصلي ولا إشكال، طبعا يأتينا كيف تصنع
هذا أمر آخر. انتهينا الآن. جاءتنا الثالثة: لك عادة معلومة؟ قالت: لا. تميزي؟ قالت: لا والله ما أميز. فهذه متحيرة، هي احتارت في نفسها وحيرتنا معها. فماذا تصنع؟ تصنع تسأل أختها وأمها وخالتها، تسألهم عن الأيام، كم يوم تحيض الأم والأخت والخالة؟ يقولوا 5 أيام. إذن هي تحسب 5 أيام من أول كل شهر هجري، هذه تترك فيها اللي ذكرنا، صحيح؟ نعم. وبقية الأيام حتى وإن نزل الدم تصلي، مفهوم؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، انتهى باب الحيض. هناك رسالة صغيرة مختصرة للنساء وللمتزوجين فقط، ألف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الدماء، الدماء الطبيعية. نعم. يبقى معنا في هذا الباب في كتاب الطهارة السواك، مستحب مرضاة للرب. متى يتأكد السواك؟ في كل وقت. ويتأكد يستحب في كل وقت، ويتأكد عند الانتباه من النوم، عند الصلاة، قراءة القرآن، تغير راحة الفم، عند دخول المنزل، عند الموت، صحيح؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في السواك، ومن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن مات في بيتها في يومها وآخر وفي حجرها، وكان السواك مريقها رضوان الله عليه وأرضاه. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذا ما يتعلق بالسواك. تسوق يستاك بعود ينقي، لا يضر، لأنه هناك بعض الأعواد عندنا أشجار تضر، أو تتفتت، إذا كان يتفتت هذا العود لا ينفع. إن لم يجد شيء يقول يأخذ خرقة ويستاك بها، أو بإصبعه إذا كان هذا الإصبع في خشونة. طيب إخواننا، مسائل لابد أن نتعلمها ونعلمها الناس. طالب العلم يسأل عن هذه الأمور لا إشكال. حلق العانة، حلق العانة ذكرنا في علامات البلوغ إنبات الشعر الخشن حول القبل، سواء كان ذكر أو مرأة. هذا الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل سواء لذكر أو أنثى يجب أن يحلق بالموس بمكينة الحلاقة. متى؟ الحد عندنا 40 يوم، فلا يتجاوز هذه 40. لكن تنظر أنه في بعض الناس يطول هذا الشعر مدة أسبوع يحلق، وبعض أسبوعين، المهم أكثر مدة لا يحلق فيها العانة 40 يوم، لكن بعض الناس يحتاج أن يحلق في كل أسبوع. حلق العانة، مفهوم؟ نعم. ونتف الإبط كذلك، هذه المدة لا يترك أكثر من 40. وأحيانا قلنا بعض الناس قد يحتاج إلى هذا في أسبوع مثلا. حلق العانة ونتف الإبط، نعم. وأيضا لدينا قص الشوارب، إعفاء اللحى، إعفاء اللحية، حكم إعفاء اللحية واجب. يا أخواننا مضرة الحلق، الحلق كبيرة من كبائر الذنوب، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مشابهة للنساء، مشابهة للمشركين، تغيير لخلق الله.
نعم هذا الحلق يعني بالموس. تقليم الأظافر أنه ما يترك أكثر من 40، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يقص في كل أسبوع. هل يخصص يوم الجمعة للنتف وحلق العانة وقص الأظافر؟ إذا وافق أن يقص في هذا اليوم لا إشكال، لكن يتقصد أنه يصنع هذا في كل جمعة لا. مفهوم؟ نعم. نختم بأبيات عندنا يعني قالها بعض من يعني يقول شعر نبطي، خرج إلى قومه وجد بعض هؤلاء يحلق اللحى فأنشد هذه الأبيات. يقول: يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم، يا ربعنا يعني يا قوما اللي حلقتم لحاكم، وش قومكم ترمونها في القمامة؟ يعني قوام الرجل اللحية لماذا ترمى مع الأوساخ؟ ذي سنة ما سنها مصطفاكم، ذروة قريش اللي رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام. عفوا لعل الله يغفر خطاكم، وتذكروا يوم اللقاء والنجام. ذي نصيحة قلتها أو قلتها إن كان ربي هداكم، قلتها يا الربع، ومع السلامة.